كنيسة هاي؟ كنيسة يمكن. لا هذاك جامعة، هاي كنيسة يمكن. سجل سجل. جيب ال جيب ال جيب جيب الفورمات. هاي وين علي الكروي؟ علي الكروي؟ والله بالبارة راقب ياهم جماعة، راح ياخذون جهة اليمين، محلاتك محلات على جهة اليمين راح ياخذون، راح ندز ندفع حظيرة. يلا عسري عسري يلا اطفر. خلي حركتكم سريعة يا ولد. ارجع بس عبرت، انت عبرت ربعك يمك، ربعك يمك. يلا على كيفك على كيفك شطور.
اليوم قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت منطقة دقة بركة، منطقة ضيقة جدا، معلومات العدو انهارت تماما، قطاعات لاحق العدو بالوقت الحاضر، معنويات جنودنا ممتازة جدا، العدو بدأ ينهار يعني انهار تماما من خلال ملاحظاتنا اللي تسجل باتجاه العدو. قد أعداد القتلى مالتهم خلال الاقتحام؟ يعني خلال الاقتحام أكثر من 80 عنصر من داعش الإرهابي. بعد الانتصارات العظيمة التي حققها قطاعات الجيش العراقي متمثل بقطاعات الفرقة 16 والفرقة التاسعة، اليوم قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت منطقة دكة بركة وحاليا تخوض معارك داخل هذه المنطقة. العدو تكبد خسائر كثيرة بالأرواح، هناك انتحاريين تم معالجتهم من قبل قطاعاتنا كانوا يرمون استهداف القطاعات، العملية تسير بما مخطط لها. أيضا هناك ممرات آمنة للنازحين، تم استقبال عدة عوائل من هذه المنطقة وإخلاهم إلى أماكن آمنة، العملية مستمرة إلى أن تحقق أهدافها إن شاء الله. مباشرة قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواءات 73 بالتقدم على منطقة دكة برحة، أعتقد ما يسموها دقة بركة. هاي المنطقة حاليا تمكننا من كسر خط الصد مالها وانهزام الدواعش من الخطوط الأمامية مالتها، وحاليا القطاعات بالتقدم والأمور طيبة إن شاء الله بوجود الأبطال أمثال الفرقة التاسعة ولواء 73 البطل. تمكنت قطاعات لواء المشاد 73 فرقة 15 وقطاعات الفرقة التاسعة المدرعة هذا اليوم من تحرير منطقة الخاتونية بالكامل، كذلك تمكنت من كسر خط الصد منطقة دتشة برقة واستطاعت من تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح، وتمكنت القطاعات أيضا من قتل كافة العناصر الإرهابية المتواجدة في خط الصد، هذا بالإضافة إلى أنه تم تحرير العوائل التي كانت محاصرة من قبل عصابات داعش الإرهابية وفتح ممرات آمنة، وكذلك تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لكافة العوائل التي كانت محجوزة من قبل عصابات داعش.